مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. التواجد العسكري التركي في أفغانستان. بعد 20 عاماً على احتلال أفغانستان، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر نيسان الماضي سحب القوات الأمريكية بصورة غير مشروطة من أفغانستان، وأكد إن العمليات العسكرية ستنتهي في آب، ما عجل بسبب هذا الإعلان من التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وأنقرة تقوم بموجبه تركيا بتأمين مطار كابول الدولي. هذا الاتفاق لم يكن محل ترحيب من قبل حركة طالبان، إذ حذرت الحركة التي تسيطر على 80% من الجغرافية الأفغانستانية باستثناء عدد قليل من مراكز الولايات مثل العاصمة كابول وولاية قندهار، حذرت تركيا من أن بقاء قواتها في أفغانستان هو قرار ليس حكيما، لأنه انتهاك للسيادة ولوحدة الأراضي، ويعتبر بيان حركة طالبان بمثابة رسالة تحذير مباشرة إلى أنقرة. المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد كان قد وضح لماذا وجهت حركته هذا التحذير إلى تركيا، إذ قال: لا أفغانستان ولا شعبها لديهما عداء تجاه تركيا أو شعبها، ما نريده هو أن تنسحب تركيا التي أتت إلى أفغانستان تحت مظلة الناتو قبل 20 عاما، وعندما سنكون بحاجة إلى تركيا سنتحدث مع مباشرة، لأننا نريدها بصفة مستقلة وليست كجزء من الناتو. ووفقا لاتفاقية الدوحة التي أبرمناها مع أمريكا وقبلتها تركيا، يجب على جميع القوى الأجنبية الانسحاب من أفغانستان سواء كانت عضوة في الناتو أم لا. مصلحة تركيا العليا هي الحفاظ على قوتها في أفغانستان، وهذا الأمر مرهون بموافقة حركة طالبان، وما دون ذلك سيخلق مشاكل ومخاطر أمنية كبيرة إذا ما قررت الحركة مواجهة القوة التركية، خاصة إنها أعلنت إن أي قوات أجنبية ستعاملها على أنها قوات احتلال، وهذا ينطبق على الجندرمة التركية هناك أيضا. هذا التحذير يصب في مصلحة تركيا استراتيجية إقليميا، فهي لا تتحمل أعباء فشل على مدى عقدين ماضيين وهي لم تكن سببا فيه، بل تمتعت تركيا بسمعة حسنة وقوة ناعمة في أفغانستان خلال تلك الفترة، وساعد ذلك على حماية جنودها، وربما كانت الدولة ذات الصورة الأكثر إيجابية في أفغانستان، وهو ما سمح لبعض شركات البناء والمقاولات التركية بالعمل بحرية هناك. لذلك على تركيا الحفاظ على هذه السمعة في أفغانستان كلها ولا تغامر بها، ويمكن لتركيا التي برعت في ممارسة دور الوسيط في حل العديد من الأزمات الإقليمية، يمكن لها اللجوء إلى المفاوضات مع حركة طالبان لتغيير موقفها من خلال التأكيد على أن مهمتها الرئيسة ستكون فقط ضمان أمن المطار وليس مواجهة حركة طالبان أو محاربتها، ويمكن لتركيا أن تعتمد في هذا الشأن على علاقتها المتقدمة مع دول تربطها بعلاقات جيدة قد تؤثر على حركة طالبان مثل قطر وباكستان.